مع طبيب الأسنان. مع طبيب الأسنان كل الأسئلة والاستفسارات حول طب الأسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياة فم. المجلة الصحية راديو الحياة فم إذاعة القيروان للصحة. مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع. موعدكم يتجدد مع طبيب الأسنان كيف ما عودناكم كل نهار خميس انطلاقا من 10 متاع صباح. نحاول نعطيكم بعض النصايح اللي تهم صحة الفم والأسنان متاعكم في مختلف المواضيع اللي تهم كالكسوة صحة الفم متاعكم وإلا الأسنان متاعكم وإلا زيدة كيف اللثة وكل ما هو عنده علاقة بالفم متاعكم. اليوم موضوعنا مش نحكي لكم على زرسة العقل. كنا حكينا لكم الحقيقة احنا قبل زيد على زرسة العقل ما قاعدين برشا ناس زيدة كيف قاعدة تتعاود وتطرح الأسئلة هذيك. علاش حبينا نعاود ونتطرقوا للموضوع هذا موضوع زرسة العقل. شنية هي زرسة العقل؟ كيفاش تأثر فينا؟ برشا ناس تقولك انا مهبلتني وجاية زرسة العقل. هل انه الناس الكل تنجم تعاني من الوجاية هذا متاع زرسة العقل وإلا ليه؟ هل انه المقال متاع زرسة العقل هو التقليع وإلا ليه؟ برشا أسئلة تتطرح في الموضوع هذا. تليفوناتكم على 70-035-120 إذا كان عندكم استفسارات. وبطبيعة الحال ديما حاضرين معنا أهل الاختصاص. حاضر معنا عبر الهاتف دكتور وجدي غنام طبيب أسنان. صباح النور دكتور. صباح الخير. عسلامة دكتور. موضوعنا لليوم هو كما قلت لنا تطرقنا له في الحلقات السابقه موضوع زرسة العقل. اما برشا من الناس زرسة العقل تاثر فيهم تقول لك وجيعه زرسة العقل ما نستحملهاش. شنية هي زرسة العقل هذه؟ كيفاش تصير؟ نحاولوا بطبيعه نعرفوا اكثر تفاصيل معك انت في خصوص زرسة العقل. ساعه شنية هي كمكون من مكونات الفم نتاعنا بطبيعه الحال؟ وقتاش تبدا هكا اول بروز لزرسة العقل؟ فانا سن يبدا تطلع زرسة العقل؟ بالنسبه لزرسة العقل هي يعني ديال زرسه معناها في الفم. معناها عندنا ثلاثه معناها اضراس الفم. دونك هي اخر واحده تطلع في العبر معناها في ابارتين من 18 سنه بين 18 و20 سنه نورمالمون تطلع. بيان سور اذا معناها تجاوزت العمر هذا ما طلعتش اكيد فما معناها فما مشكله. دونك وين هي دكتور؟ سامحني جوست كي قصيت عليك دكتور. انت قلت بين 18 و20 سنه يعني من المفروض كون هالناس الكل تطلع لهم في العمر هذا. هذاك الوقت نتاعها. داكا دونك دكتور اذا كان فات الوقت هذا من 18 لل 20 سنه تعتبر مشكله؟ فما بعض الاشخاص اللي تنجم ما تطلع لهمش زرسة العقل جمله واحده؟ بالضبط تنجم ما تطلعش جمله وما يتقلقش معناها الانسان كما تنجم من بعد تعمل له وقتها انفكسيون تولي توجعه تطلع مثلا الشطر نتاعها فهمتني تعمل هكا انفكسيون تولي توجعه يتقلق مرضى اثنين ثلاثه وقتها فهمتني معناها يمشي هو طبيب السنين وشوفوا احنا معناها وقتها جينيرالمون خمو في التقليع خمو ديريكتومون في التقليع. دكتور هل انه الناس الكل تكون عندها وجيعه مصاحبه لطلوع زرسة العقل والا فما فئه معينه تنجم تكون عندها وجيعه؟ خاطر نعرفوا ساعات يقول لك لغبي يوجع قاعد نطلع في زرسة العقل تاخذ برشا وقت والا ما تاخذش. كيفاش معناها الحاله؟ وهل انه معناها كل عبد والبدن نتاعه كما نقولوا احنا بلغتنا العاميه؟ هي حسب الاسبات. اذا فما اسبات موجود في الفك مش تطلع مش تعمل حتى مشكل. معناها ديريكتومون اذا ما لقاتش ما فماش اسباس الزرسة هي تطلع ما لقاتش اسباس وقتها تعمل الانفكسيون في الغبة اللي داير زرسة العقل. وهذيك هي الوجيعة معناها يجيك واحد يقول توجع فيه زرسة العقل تطلع فما التهاب في الغبة اللي داير بالزرسة. تولي معناها كل انفكسيون نجم نقولوا دكتور هنايا انفكسيون لانه الزرسه تحب تطلع ما نجمش تطلع تولي فما ماكله معناها تتوح الغادي ما نجمش نحيها بالبروسادوم تولي عباره فما بوش فما جيب غادي تدخل فيه الماكله تحت الغد وهذاك اللي يعمل معناها الوجيعه والالتهابات. فوالا هنا يا دكتور انت قلت لي اذا كان عملت مشاكل زرسة العقل هذايا ديريكتومون دي تخموا في التقليع نتاع الزرسة هذه نتاع زرسة العقل. هل انه نجموا نحيو دكتور زرسة العقل من غير ما تكون عملت لنا حتى مشاكل؟ هنا اذا كان اي بيان سور باش تعطيني تفسير دكتور واذا كان لا كيف هنا نجموا نركزوا على شنو هي اهميه زرسة العقل في الفم نتاعنا. معناها بالنسبه لزرسة العقل جينيرالمون معناها تطور من الناس تو ما عادش يتحقق معناها ثلاثة دروس غالبية العباد تو فيهم صغيرة دونك جينيرالمون معناها زرتينا كهو يكفي معناها في الفك.
فوالا فما بيت فما بيت فرفوا معناها تلقى فم تاعو تبارك الله مسقاه كبير وكل شيء تطلع زوزهم ما تلقاش حتى مشكل. ايه عندي الاسباس نتاعها ما فماش علاش نحيها خليوها غادي. اذا اذا لقيناها عامله مشكله عامله انفكسيون قاعده تعمل في وجيعه ومتكررت الحكايه وغير قادره معناها الزوزه ما عندهاش اسباس من تطلع وقتها نختاروا احنا ان نحيوها ولو انه هي مثلا مش عامله معناها سوسه ولا حاجه. مي احنا كي باش نخليوها مش المشكله باش تزيد تكبر اكثر. فوالا دونك باش تزيد تتفاقم المشكله معناها حتى تمشي ممكن للزروس الاخرين او بقيه السنين. بالضبط نجم تعمل زروسه في الزروسه اللي بجنبها خاصه وقتها نجيو معناها نخسروا زروسه نخسروا زوز. فوالا دونك معناها تولي الاولويه لتقليع زرس الاقل اذا كان فيها سوسه معناها اذا كان باش نكونوا عمليين نقولوا معناها مشاو لزياره للطبيب كيما سيتك دكتور معناها وكل جايك الباسيون تلقى عنده زر سوسه في زرس الاقل ديريكتومون تكون التقليع نتاع الزرس هذيك باش هكاك نتفاداو كانها تعدي لنا سوسه تعدي للزروس الاخرين. اي باهي ماهيش ماهيش اون دون استراتيجيك معناها زرس العقل انا نجمو اي نجمو نحيوها وانا نخسروها مي بقيه الزروس مهمين برشا يبالي مهمين فوالا فوالا. هنا يا دكتور مدام ألفة طرحت علينا سؤال قالت لك هنا زرسة العقل ديما تطلع لي كل لقشة هكا صغيرة والوجيع ساعات بارفو تضرب لها بعض ورا الوذنين نتاعها في الحالة هذه شنو تنجم تعمل دكتور إذا كان هل أنه معناها باش تقلعها هي ما طلعت لهاش كاريمون كيفاش تصير هل أنه باش تكون تحت جراحة كيفاش معناها في فما خاطر نسمعوا ساعات دكتور ممكن مش أطباء الأسنان يمشيوا للماكسيلو ويقول لك مش نحاها من العروق فسر لنا جوست الفينومين هذا يا دكتور واجدي. بالطبيعه معناها وقت اللي تبدا فما اوبستاكل معناها الزرسه باش تمشي تطلع مش نختاروا احنا التقليه فما انواع معناها فما التقليه العادي وفما التقليه الجراحي. ساعات كي تبدا هي تطلع الشطر نتاعها باش مش نحلوا احنا معناها الغب غادي ونعمل ديكاجمون معناها نتاع العظم ونحيوها كاريمون. داكوردو بالطبيعه فما انواع معناها في الجراح فما كما نقولوا بالبنج الموضعي. وتوا فما حتى اللي يعمل معناها توزان تيجي جنيرال معناها بنج كامل. فوالا. نجم نحيهم حتى الاربع في الوقت. معناها تتم عملية الاستئصال نتاع الزروس هذايا ينجم الاربعة فرد وقت ودونك انت ترى معناها مدام ألفة اللي طرحت علينا سؤال دكتور. فوالا. نحيهم الاربعة مع بعض. فوالا دونك معناها ترى انت من الاجدر مدام ألفة قالت لك خاطر هي شاك فوا تطلع هكا كل لقشه صغيره دونك من الاجدر اللي بيان سور معناها نصيحتنا لك انها تمشي لطبيب الاسنان يبشرها ويشوف الحاله نتاعها هنا ينجم هو يعطيها النصيحه شنو تعمل. فوالا فوالا دونك كيف كيف مدام انس قالت لك الماده اللي تعملها زرسة العقل دكتور هل انه تنجم الماده هذيك تسرح لي في الفم نتاعي الكل هل عندها تاثير والا لا وكيفاش تكون طريقه التعامل مع الماده اللي تعملها لي زرسة العقل؟ شوفي معناها الماده هي مرحله من مراحل نتاع الالتهاب من الاول تبدا معناها انتفاخ وبشويه بشويه ومن بعد تبدا تصير معناها الكوليكسيون تلم الماده. معناها الماده حاجه ما لازمش نستهينوا بها معناها حاجه مهمه لانه مش تتعدى من الفم الى الوجه والوجه ومعناها والرقبه نعرفوا احنا المنطقه هذيك معناها حساسه برشا فيها اعصاب فيها كذا وذن نفس الشيء معناها تنجم معناها توصلها معناها كما نقولوا العدوى والوجيع وبالطبيعه معناها قد ما يخلي هو معناها الماده تكثر في فمه من بعد مش يصعب حتى معناها ناخذوا اون شارج دونك ما تخليش انت فمك معناها لين تنفخ وتحات تحليله يلسفي وجعتك الزرسه نهار كحا وبرا امشي عادي. هنا يا دكتور فوالا كيفاش نحافظوا على زرسة العقل هذه اللي حتى في طريقة التنظيف نتاعها ممكن دكتور تنجم تكون صعيبة شوية خاطر نعرفوها اللي هي الزرسة آخر الزروس اللي يكونوا موجودين ممكن حتى تنجم طريقة تكون أسهل شوية في الزروس اللوطانيين لكن نلقاو صعوبة في الزروس الفوقانيين كيفاش نحافظوا نجم نحافظوا على زرسة العقل باش تقعد صحية باش ما تسوس لناش هل أن هنا يكفي التنظيف في الدار فقط وإلا ديما نأكدوا على زيارة الطبيب باش ينجم ينظف له هكاك زرسة العقل وهكاك يحافظ على زرسة العقل وما يصيرش للتقليع نتاعها. بون بالطبيعة معناها هو ديما العبد ملاذي يمشي يعمل مرة ولا مرتين في العام يمشي يعمل ديتاتراج. تبقى معناها التنظيف اليومي هذاك معناها لازم
يواظب عليها من الانسان. فوالا. خاصة بالنسبة لجوز الأقل بحكم أنها بعيدة وجاية في الآخر. ديما دي بريفيرونس الشيتا من البروسادون. يكون التيت نتاعها يكون صغير. باهي. باش تنجم توصل للآخر. سينو ما توصلش. فوالا دونك معناها طريقة حتى التنظيف هي اللي تنجم تساهم. برشا ناس يقول لك وجع زرس العقل ما نستحملوهاش دكتور، إلى حين استئصال زرس العقل هل أنه فما بعض النصائح نجموا نعطيهم للسادة مستمعين باش ينجموا يخفوا شوية من الآلام إلى حين يمشيوا يقلعوا الزرس هذيك اللي لازمها تتقلع؟ أول حاجة معناها المنظر. هو حتى كثير معناها مثلا يبدا عنده زرس العقل وعاملت له هكا قبل المشكلة. يقعد مثلا ما غضبش عن نظافه مش تعمل له التهاب في تهديد. فوالا. كيف فما شو اسمه مثلا الطلبه ولا الكليانت اللي يبدا عندهم امتحانات. في فتره الامتحانات والستريس ديما يتحير عليهم زوج العقل. هذه حاجه زاده معروفه. معناها الستريس يحير معناها زوج العقل تكثر الالتهابات في الفم اون جينيرال. دونك ماذا بيه معناها اللي عنده مشكله من قبل ما يبدا مثلا عنده امتحان عنده فواياج كذي يمشي معناها يعدي على دروس. بالنسبة زادا للفامون سانت معناها المرأة تلقاها فهمتني معناها المرأة الحاملة من قبل ماذا بها حتى من قبل ما تبرمج الحبال ولا في الأشهر الأولى ماذا بها تمشي عندها مشكلة تمشي تفضلها خاطر جينيرالمون في الأشهر الأخرانية كيف كيف هي مش تطيح المناعة نتاعها مش تحير عليها دروس العقل. تولي تتحير لوجيه. دونك هنا ديما معناها التشيك اب اللي لازم يعملوه باش ما يوصلوش حتى يوصلوا حتى يخفوا دكتور حتى اللي يعرف اللي هو عنده وجاع الى حين استئصال زرسة العقل هذيا اللي تقريبا دكتور مهبله الناس الكل. ميرسي بوكو دكتور وجدي غنام طبيب اسنان على المعلومات هذوما اللي عطيتهم لنا في موضوعنا لليوم زرسة العقل، موضوع كنا حكينا فيه قبل وزدعاود نحكي لكم فيه الناس الكل على خاطر كان الطلب نتاعكم وديما سؤالاتكم كانت تداول على ما يخص وفي ما يخص عفوا زرسة العقل. ان شاء الله نكونوا فدناكم بيان سور تلقاو الانتغراليتي نتاع الانترفيو هذايا على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه فام، تليفوناتكم على 70 35 120 اذا كانت تحبوا تطرحوا موضوع كل ما يهم صحه الفم والاسنان نتاعكم. مشكوره جدا امنة بوخيت في الاخراج تقني الخاصة معنا وفي الشرطاني سينو صيف بولعريس مسيش ذكروني لوليد شوي صيف بولعريس في الديجيتال. ميرسي بوكو ليكم الكل، نذكركم شوي اخر تستناو رحيم المجبري في سانتي 5.0. بقيت متابعة طيبة لي برامج الحياة فام، دمتم في امان الله. مع طبيب الاسنان، مع طبيب الاسنان كل الاسئلة والاستفسارات حول طب الاسنان وحول مشاكل الفم تلقوها على الحياة فام.